أتحداك أن تزوجني ابنتك هذه الليلة. أجيبك. أجيبك. أتحداك. أجيبك. تفضل. أجيبني. وغادي تعطيني فرصة. لا أجيبني على هذه. لا هذه. لا هذه. ولكن خصك تخدم راجل. لا نخدم راجل. غادي. أيوة. أنا غنجاوبك. أي نعم. عادي تخدم راجل أنت وهذا المسير وتصبره. يلا. علاش غنصبروا؟ غتصبروا. علاش غنصبروا؟ ياك انت طلبتي. ايه. ايوا اصبر. علاش غنصبر؟ صبر نكمل الكلام ديالي. كلمة. لا لكن الوقت ديالي انا مازال. الوقت ديالي. لا 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 لا, لا 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 انت مشيتي لواحد القضية خطيرة جدا ومهمة جدا. لا صبر. لا انا استطيع ان اعطيك يوما كاملا. دعني اجيب السيد الفزازي على هذا الشرف الذي اراد ان يشرفني به ان يتناسب ويصاهرني. استمع يا شيخ. لا ماشي متعة غير متعة. 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 إذن كن رجلا على قدر طلبك وعلى قدر كلامك واصبر إلى ما ستسمح. أولا من طلب أن يمكنه شخص من محرم في اعتقاده فهو فاسق فاجر باتفاق المسلمين. لو قلت أنا لرجل مكنني من قرعة خمر إذا كنت تعتقد أنها حلال أكون فاجرا فاسقا باتفاق المسلمين. وعلى هذا الفزازي يطلب إلي ابنتي من باب المتعة فهو فاجر فاسق باتفاق المسلمين لأنه يطلب مني أن أمكنه مما يعتقد أنه حرام. هذه أولا. ثانيا أمرض لك على ثانيا أمرض لك على لم أنهي لم أنهي لم أنهي يا رجل أنا اشترطت عليك أن تكون صبورا. ثانيا لو جاء الفزازي المتزوج بثلاثة نسوة يخطب إلي ابنتي لرددته ردا لا أرضى أن يخطب ابنتي. لكن هل تقبل شخص آخر؟ أصمت يا أخي. لا لا أصمت. فقط في نفس السياق. أصمت دعني أكمل الجواب. في نفس السياق. أكمل. نعم. لو جاءني الفزازي المتزوج بثلاث نسوة يخطب إلي ابنتي لصفعته على وجهه، ولو جاءني معدد بزوجتين لصفعته على وجهه. لن أسلم له ابنتي ليتزوجها وهو متزوج، لا لأن التعدد حرام، لكن لأن نفسي تأبى أن أزوج ابنتي لمن هو معدد. ثالثا إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يعدد سيدنا ومولانا علي على ابنته فاطمة، وهو يعلم أن التعدد مشروع بكتابي وهو متزوج بأكثر من 10 نسوة. طيب لماذا؟ 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 لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يرى ابنته تتألم التي قال فيها فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. هذا ثالثا. رابعا يعلم الشيخ أن الإنسان المسلم قد يعتقد أن الشيء الفلاني مباح ثم لا يفعله لأن نفسه تعافه وتتقزز منه، ويعلم الشيخ أن سيدنا رسول الله كان يعاف أكل الضب والضب حلال، كان الصحابة يأكلونه بحضرته وهو لا يأكلهم، وإذا كان لا يعلم الشيخ فأنا لا أكل السمنة ولا الشحمة ولا القديدة ولا الخليع، ليس لأنه حرام، لا لأن نفسي تعافه. خامسا أو سادسا عندما تصبح المتعة أمرا موثقا وأمرا معترفا به في التشريع المغربي سأكون أول من يطبقها من خلال طرق باب الشيخ الفزازي خاطبا ابنته على سبيل المتعة. فإذا وافق على أن يزوجني ابنته متعة آنئذ سأنظر في طلبه خطبة ابنتي بهذا الشرط. سادسا وسابعا المتعة شرعها الله سبحانه وتعالى للضعفاء والفقراء والعوانس والأرامل، ليس كل الناس يرغبون في المتعة. أن الرجل يتصور أن المتعة أي واحد يمكن أن يفعل المتعة، هذا كلام فارغ. لو جاءه هو سابعا أو ثامنا لا أدري الترتيب، سأسأله لو جاءك يا شيخ رجل من أقاصي إفريقيا السوداء مشوه الخلقة أسود اللون وهو مسلم وفي عمره 90 عاما وطرق بابك يطلب إليك ابنتك أتحداك أن تقبل زواجها به. طيب وهو مسلم إفريقي. طيب. أسود إكحال الرأس مشوه الخلقة 90 عام عنده، هل يقبل؟ شكرا.